بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب، نظمت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب صباح أمس عددا من البرامج والأنشطة الرياضية احتفاء بيوم البحرين الرياضي. قد شارك في الفعالية سعادة السيد غانم بن فضل البوعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وعدد من السادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب والأملاء العامين لمجلسي الشورى والنواب موظفي وموظفات الأمانتين العامتين في مجلسي الشورى والنواب.